السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بنشتغل درس أنواع المجموعات سنة 5 ابتدائي. بيقول لي إيه هي أنواع المجموعات؟ قبل ما أبدأ الحل بتاعي لازم أعرف أنواع المجموعات هي إيه. قال إن في مجموعة منتهية، والمجموعة المنتهية دي هي اللي أنا أقدر أعد عناصرها، زي مثلا المجموعة دي. لما أجي أقول لك عدد عناصرها كام؟ مثلا 1 3 5 فيها كام عنصر؟ فيها 3 عناصر. دي أقدر أقول عليها مجموعة منتهية. مجموعة منتهية. طيب وبرضو عندي مجموعة غير منتهية اللي هي زي ايه؟ يعني لما اجي اقول لك صاد وبتمثل لي المجموعة دي 2 و4 و6 إلى ما لا نهاية، وأقدر أقول عليها مثلا مجموعة الأعداد الزوجية، دي برضو مجموعة غير منتهية. عندي مجموعة تانية اسمها المجموعة الخالية اللي هي ما فيهاش عناصر، ما فيهاش عناصر، بتجيلي بالشكل ده. دي اقول عليها مجموعة خالية. وممكن ارمز لها بالرمز خالص. يعني ما فيش فيها عناصر. طيب، تعالوا نشوف كده معانا في التدريبات بتاعتنا، بيقول لي أي المجموعات الآتية منتهية وأيها غير منتهية؟ وفي حالة المجموعة المنتهية اكتب عدد عناصرها. السؤال بتاعي ده طويل شوية. طيب مجموعة شهور السنة الميلادية منتهية ولا غير منتهية؟ هيبقى منتهية. ليه؟ لأن عدد شهور السنة الميلادية عددها 12. يبقى عاملة علامة صح تحت منتهية، عدد عناصرها 12، وتحت غير منتهية دي خطأ. زي ما احنا ماشيين على المثال اللي هو مديهولي مجموعة أيام الأسبوع، قال لي منتهية عدد عناصرها 7 وهي غير منتهية. مجموعة الأعداد الفردية دي مجموعة منتهية ولا غير منتهية؟ لا طبعا غير منتهية. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أجيب عدد عناصرها، يبقى تحت منتهية دي هعمل خطأ، عدد العناصر بتاعتها ما أقدرش أحدده، غير منتهية ده صح. طيب مجموعة الأعداد الأولية الأصغر من 20، طيب هو عايز الأعداد الأولية، أنت عارف إن العدد الأولي من سنة رابعة ابتدائي هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه، والواحد الصحيح وكنا بنستخدمه برضه في التحليل اللي هما 2 و3، أنت هتلاقيهم 8 ونص و5 و7، بس أنا أذكرك بيهم 2 و3 و5 و7 و11 و13 و17، عشان هو قال الاقل من 20. عد كده معايا كم عنصر؟ 1 2 3 4 5 6 7 و19 التاني. يبقى 2 3 5 7 11 13 17 19، دي الاعداد الاوليه الاقل من 20. يبقى مجموعه الاعداد الاوليه الاصغر من 20 هتبقى مجموعه منتهيه عشان هو حدد لي. يبقى صح عدد عناصرها 8 واحط تحت منتهيه دي خالص. طيب مجموعة حروف كلمة سندس أقدر أجيب عدد عناصرها ولا ما أقدرش؟ طبعًا أقدر أجيب عدد عناصرها، هي مجموعة منتهية. طيب وأنا قلت لك في المجموعات ما بكررش. طيب هو عايزه ما برتبش، طب عد العناصر اللي عندي. أدي في سين ونون ودال وسين، السين متكررة أهي ماليش دعوة بيها، قلت لك مش هكرر. يبقى فاضل لي كام حرف؟ 3 حروف، يبقى عدد العناصر 3. طيب مجموعة عوامل العدد 3. مجموعة عوامل العدد 3، العدد 3 ده عدد أولي ولا لأ؟ وأنا قلت لك إن العدد الأولي ملوش إلا عاملين فقط، يبقى الثلاثة دي عدد أولي، ومعنى كده عدد عواملها يبقى 2 بس اللي هو الواحد والثلاثة، يبقى مجموعة عوامل العدد 3 دي منتهية، لأن أنا أقدر أجيب عدد عناصرها وعدد عناصرها 2. طيب مجموعة حروف اللغة الإنجليزية منتهية ولا غير منتهية؟ هلاقيها منتهية طبعًا. أنت عارف حروف اللغة الإنجليزية بتاعتك لو جيت عديتها هتلاقيها 26 حرف. عدد العناصر بتاعتها 26 حرف. أنا خلصت الجدول بتاعي، افتكر معايا إن أنا عندي مجموعة منتهية، مجموعة غير منتهية، ده أنواع المجموعات. مجموعة منتهية أقدر أعد عناصرها، مجموعة غير منتهية ما أقدرش أجيب عدد عناصرها، مجموعة خالية برمز لها بالرمز باي أو أقاس المجموعة بتاعتي وبتكون فاضية. بيقول لي أي المجموعات الآتية خالية وأيها غير خالية؟ مجموعة تلاميذ فصلة الذين زاروا القمر، في حد فصلنا هنا زار القمر؟ لا طبعا، فأنا هقول خالية. طيب مجموعة محافظات جمهورية مصر العربية في قارة آسيا، عندنا محافظات بتقع في قارة آسيا، هلاقي إن محافظة سيناء يبقى غير خالية.
طيب مجموعة الأعداد التي تقبل القسمة على 7 والمحصورة بين 8 و15، هلاقي إن في عدد واحد اللي هو 14، بس أنا عايزاك تقول لي إيه الأعداد المحصورة؟ يعني بعد 8 لحد ما توصل لل 15، هلاقي 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. 15 مش معايا عشان هو قال المحصورة. يبقى دي الأعداد. مجموعة الأعداد التي تقبل القسمة على 7 والمحصورة بين 8 و15. أنا هجيب لك الأعداد المحصورة بين 8 و15، هتلاقي هي إيه؟ 9، 10، 11، 12، 13، 14، وهقف عشان هو عايز بين 8 و15. إيه بقى اللي يقبل فيهم على 7؟ بص كده معايا، مش هلاقي إلا 14. في أي عدد من الأعداد دي هتقبل على 7؟ في حاجة بتضرب ضرب 7 تديك 9 أو تديك 10 أو تديك 11 أو ال 12 أو ال 13، يبقى مفيش عندي إلا عدد واحد اللي هو إيه؟ ال 14. يبقى مجموعة الأعداد التي تقبل القسمة على 7 والمحصورة بين 8 وال 15 يبقى مجموعة غير خالي، غير خالي، لأن فيها العنصر 14. طيب مجموعة عوامل العدد 15 والتي تقبل القسمة على 2. طيب عوامل العدد 15، انت خدت درس العوامل ان ال 15 لما احب اجيب عواملها بتساوي ايه؟ 1 في 15 و 3 في 5. طيب عواملها دي اللي هي عوامل ال 15، عوامل العدد 15 هي ايه بقى؟ 1 و3 و5 و15. في حاجة منهم بتقبل القسمة على 2؟ ها الواحد هيقبل على 2، التلاتة، الخمسة، أنا قلت لك أي عدد زوجي بس هو اللي بيقبل القسمة على 2. طيب دول فيهم حاجة فيها عدد زوجي بتقبل القسمة على 2؟ طبعا مش هلاقي. يبقى المجموعة بتاعتي دي مجموعة خالية، مجموعة خالية. طيب مجموعة الأعداد التي تقبل القسمة على 5 والمحصورة بين 5 و10. طيب مجموعة ايه؟ مجموعة الأعداد المحصورة بين 5 و10 وتقبل القسمة على 5. طيب أنت الأعداد المحصورة دي مش هتلاقي حاجة أولها صفر أو 5 عشان تقبل القسمة على 5. يبقى المجموعة بتاعتي دي هتبقى إيه؟ مجموعة خالية، مجموعة خالية، لأن الأعداد المحصورة هلاقي 6، 7، 8، 9، دول بيقبلوا القسمة على 5؟ طبعًا مش هيقبلوا القسمة معايا على 5. مجموعة محافظات الوجه القبلي في جمهورية مصر العربية والتي تطل على البحر الأبيض المتوسط. طيب مجموعة محافظات الوجه القبلي دي زي إيه؟ زي أسوان. طيب دول المجموعة دي ممكن تطل لك على البحر الأبيض المتوسط، شفتها كده على الخريطة بتاعتك؟ طبعًا لأ، والمجموعة دي مجموعة خالية. وشكرًا يا سنة 5.